نروح مع بعض للقاءات ما بعد فوز الأهلي بثلاثية على مودرن فيوتشر. الحمد لله، طبعا ده فضل ربنا علينا والله يبارك فيك. فرقه طبعا محترمه، كل اللعب النهارده فرقه محترمه جدا، فرقه منظمه، فرقه فيوتشر، فرقه كويسه. بس الحمد لله احنا مش مستعجلين على الفوز. احنا حتى كلمنا الولاد قبل الماتش، احنا طبعا عارفين ان هم هيجوا يلعبوا زون، نفس السيناريو بتاع الماتش بالظبط. كلمنا الولاد عليه وفهمناهم ان هم هيجوا هيقفلوا، فاحنا مش عايزين نستعجل الفوز. ممكن الفوز يجي في الشوط الثاني، ما نقلقش، الولاد ما يتسربعوش في اللعب، نفس لعبنا اللي بنلعب بيه، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا ثلاثة، وكسبنا ثلاثة في الشوط الثاني الحمد لله. والكابتن قال لي انزل راجل، الحمد لله. يعني انا على طول بتفق مع منو على اللعبة دي، واحنا عندنا ضربت دايما مع بعض، ومش اول مرة اعملها، احنا عملتها كتير والحمد لله. يعني ربنا فيها توفيق من ربنا الحمد لله. كابتن محمود بيومي عنده ثقة فيا كبيرة، دايما بيكلمني وبيقول عايزك تنزل راجل وكده، والحمد لله. يعني هو دايما واثق فينا، واثق في اللعبه كلها، مش واحد بس، احنا كلنا لعيبه رجاله وكلنا شبه بعض، يعني ما عندوش مين احسن ومين كده، بس كلنا شبه بعض الحمد لله. الحمد لله نشكر اول حاجه ربنا، ونشكر الجهاز الفني شغالين معانا من اول يوم كويس جدا، والحمد لله احنا رجاله وكنا مركزين في الماتش من اول اسبوع. الحمد لله نزلنا ادينا، هو اول شوت كان عاملين زون ديفنس، وتاني شوت الدنيا فتحت، اول جون الدنيا فتحت بعديها، والحمد لله يعني نشكر ربنا. الحمد لله طبعا احنا ادينا كويس، كنا قبل الماتش مركزين وقعدنا مع بعض في الاسبوع، وفضلنا نقول يا رجاله لازم نلعب بروح، البطوله ان شاء الله تبقى بتاعتنا، وان شاء الله اللي الحمد لله تعبنا والحمد لله ربنا كرمنا. والحمد لله يعني على المكسب وعلى الحفاظ على الشباك نظيفه، والكابتن قال لنا نكون رجاله في الملعب ونركز، وخدنا المكسب وكسبنا الحمد لله. الحمد لله اول نشكر ربنا ونشكر اللعيبه على الاداء الكويس اللي احنا عملناه، لعيبه رجاله وشغالين من اول الاسبوع شغل كويس، وشغالين ومحضرين الماتش، والحمد لله ربنا كافئنا في المباراه الحمد لله. اول حاجه الحمد لله ونشكر ربنا على المكسب، وتاني حاجه نشكر الجهاز وكابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب، كل حاجه الحمد لله يعني. الحمد لله احنا كنا مركزين من اول الاسبوع في ماتش فيوتشر اننا نكسب باداء ورجوله، والكابتن دايما بيقول لنا العب بثقه ورجوله، محدش يخاف، العب كره على الارض، والحمد لله كسبنا 3-0. الحمد لله كان النهارده فوز مش سهل، خاصه ان احنا جبنا الثلاث اجوان في اخر ربع ساعه في الشوط الثاني، ففرقه فيوتشر ما كانتش فرقه سهله، والحمد لله يعني كابتن بيومي جهزنا للماتش كويس جدا من اول الاسبوع وكنا مركزين الحمد لله. الحمد لله المفروض نشكر ربنا الاول قبل اي حد، وبعدها نشكر الجهاز الفني وكل الناس اللي بتساعدنا في النادي. والنهارده الفوز ما كانش سهل خالص، كان فرقه صعبه ومقفله بتلعب زون من اول الماتش، والحمد لله الشوط الثاني ربنا فتحها معانا وقدرنا ان احنا نسجل 3 اهداف، والحمد لله نزلت وكنت اديت باداء كويس جدا.